لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. حلوا وما رحلوا، حلوا وما رحلوا، أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. ساروا ولكن قد ذروني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي. وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. تأوي الوحوش بها فسرب رائح بفناء ساحتها، وسرب غادي. وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتادي. يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرة، عراس بن النبي الهادي. تركوهم شتى مصائبهم ما بين مذبوح ما بين مسجون ومنحور بسيف عنادي. هذا بسامرة وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغدادي. فرقت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد، طيب حوت لابه وبرض الطف الأولاد، ومنهم بسامرة
ومنهم براض بغداد وام الرضا يا طوس وديتيه لهناك ما ادري ايش جنيت في دهركم يا اهل البيت حتى رماكم بالبلاء وايدي تشتيت وش لك عليهم يا دهر حتى استوفيت وش لك عليهم يا دهر حتى ما اخذ قضاك ولا بلد إلا يا وفيها منهم رموس ولا بلد إلا وفيها منهم رموس منهم جماعة بكربلاء بكربلاء اندفنا وبلاروس وياهي مصيبة مصيبة المدفون في طوس يا نازحا في طوس حي الله محيا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين مشردون نفوعا عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر نتحدث هذه الليلة عن أحد أبناء الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وهو القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياه مع الأئمة الطاهرين من الثابتين على ولاية محمد وآل محمد اللهم صل على محمد القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر هو واحد من ضحايا الاضطهاد الذي لاقاه ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله أبناء النبي وسلالة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لاقوا الكثير من المعاناة وخصوصا في زمن هارون الرشيد وفي زمن المأمون العباسي طبعا إذا أردنا ناخذ فكرة عن زمن هارون الرشيد تكفي هذه الرواية التي تنقل عن حميد أو حميد ابن قحطبة والذي ينقل أن هارون الرشيد أمره أن يقتل أكثر من 60 علوي في يوم واحد هذه تبين الأجواء اللي كانت عليها الدولة العباسية في ملاحقتها لذرية الإمام الحسن سلام الله عليه أول ما بدأت الدولة العباسية واضح كان ملاحقة شديدة إلى أبناء الإمام الحسن وأكو مجازر التاريخ يذكرها فضل مولانا أكو مجازر يذكرها التاريخ ما فعله بنو العباس في أبناء الإمام الحسن ومنهم محمد ذو النفس الزكية وغيرها أيضا ينقل لنا
التاريخ ما فعلوه في أبناء الإمام الحسين عليه السلام في ذاك الوقت. أيضا في هذه الفترة أو فترات الدولة العباسية ما قبل هارون الرشيد، ما بين هارون الرشيد وأبناءه، أيضا وقعت حادثة الحسين بن علي الخير صاحب وقعت فخ من الوقائع التي قتل فيها أبناء الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فيبين أن ذاك الوقت يعني دائما كان هناك مجازر وأحداث دامية وأمور وقعت في هذه الفترة، فترة ما قبل هارون الرشيد إلى فترة هارون الرشيد إلى فترة المأمون العباسي. كان هناك ملاحقة، كان هناك اضطهاد، وهذا شيء يعني واقعا إلى يومنا يعتبر بقعة سوداء في تاريخ المسلمين. يعني إلى حد الآن إحنا ما نقدر نفسر، نشوف بلدان الكفر اللي ما عندهم إسلام، تشوف البلدان اللي ما رأت يعني ما اعتنقت دين المسلمين، وتشوف حكوماتهم كيف يتعاملون مع الإنسان، كيف عندهم حقوق الإنسان، كيف أن في هذه الدول اللي نسمع عنها زين دول الغرب اللي نسميها أحيانا الغرب الكافر، اللي الوهابية يسمونها بلدان الصليبيين زين، في هذه الدول اللي احنا ننتقدهم تعال لاحظ كيف يتعاملون مع الإنسان بغض النظر عن دينه، عند دين ما عند دين، ولكن له حق الإنسانية كما يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أنت لما تجي تفتح تاريخ المسلمين، الدولة اللي كان فيها نبينا محمد صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد، هذه الدولة اللي كان يقودها النبي صلى الله عليه وآله، أكو افتح صحيح البخاري، كتب المسلمين، كتب الشيعة، كتب السنة، كلها مليئة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما حكم وكان قائد وكان حاكم، والصحابة كانوا موجودين وأهل البيت كانوا موجودين في تلك الدولة التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، ما سمعنا اضطهاد إلى اليهود، ما سمعنا اضطهاد إلى النصارى، اضطهاد إلى الأقليات الدينية. كان يأمرهم بالإسلام، يأمرهم أن يدخلوا في الإسلام، من اقتنع كان بها، اللي ما يقتنع كان يفرض عليه الجزية. ومع ذلك كانوا اليهود يعيشون في المدينة وكانوا جيران إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان النصارى يعيشون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الرسول يدخل وياهم حوارات ويدخل وياهم مباهلات، وكثير من هذه الأمور منقولة عندنا في كتب التاريخ. أما أنه اضطهد إنسان من أجل عرقه ومن أجل دينه، هذا كله كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. بدأ الأمويون باضطهاد شيعة أمير المؤمنين، وأول من سن هذا الأمر هو معاوية بن أبي سفيان. الكتب موجودة تبين كيف أن الصحابي، هم يرضون عنا الصحابي معاوية زين، كيف أمر ولاته أن ينتقموا من شيعة أهل البيت عليهم السلام. انظروا إلى شيعة علي بن أبي طالب زين، ضيق عليهم في العطاء، ضيق عليهم في المعيشة، ضيق عليهم في كل شيء، وهو أول من سن هذه السنة ضد شيعة أهل البيت عليهم السلام. وابنه قتل ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، والحوادث موجودة. ثم بعد ذلك أصبحت سنة، من واحد يجي أسس شيء، من واحد يجي أسس شيء يصبح بعد ذلك بعد سنوات يصبح سنة متبعة. ذلك عندنا في بعض الزيارات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام،
ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. هناك من أسس لظلامة أهل البيت عليهم السلام ولقتلهم ولتهجيرهم وتشريدهم، وانتقل هذا الأمر إلى شيعة أهل البيت عليهم السلام. زين، واحد من هؤلاء الضحايا كان هو القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. مشكلتنا مع هذه الشخصيات، يعني السيدة فاطمة المعصومة مثلا والسيد القاسم ابن الإمام موسى الكاظم والسيد أحمد ابن الإمام موسى الكاظم المعروف بشاه جراغ، والسيد المدفون في شيراز سيد علاء حسين أيضا من أبناء الإمام الكاظم عليه السلام، وكذلك بعض القبور المنسوبة إلى ذراري الإمام الكاظم عليه السلام. مشكلتنا أن احنا ما نمتلك نصوص تاريخية تأكد قضية هجرتهم من المدينة وسبب هذه الهجرة، قد ما ننفيها ولكن ما هي الأسباب. لكن لما نرجع إلى الظروف التاريخية في تلك السنوات نلاحظ كل الأسباب هذه من كشفة واضحة أنه سبب ذلك الظلم والجور والاضطهاد الذي وقع على أهل البيت عليهم السلام. تقريبا هذه الحادثة، حادثة هجرة السيد القاسم ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، كما ذكر ذلك العلامة الكبير الشيخ علي الخاقاني في بعض مؤلفاته، وذكر أنه في حدود سنة 173 للهجرة، وتقريبا في هذه السنوات كان أو 193 للهجرة كان خروج القاسم ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، قطع المسافة من المدينة إلى أن وصل إلى العراق. وتقريبا في نفس السنوات هذه وقعت أحداث بالذات إلى أبناء الإمام الكاظم سلام الله عليه، أحداث جدا مهمة في تاريخ المسلمين ومنقولة في أمهات مصادر الكتب. من ضمن هذه الأحداث مثلا خروج ثورة ثار أحد أبناء الإمام موسى الكاظم وهو إبراهيم الأكبر، هذا أكبر أبناء الإمام موسى الكاظم عليه السلام. هذا خرج من المدينة وخرج بثورة، وكانت ثورة في اليمن، وطبعا هناك في اليمن استطاع أن يقضي على حكم الدولة العباسية في اليمن، واستطاع أن يؤسس دولة وصار إلى ملك في اليمن وامتد إلى سنوات، وبالتالي تقريبا عزل اليمن عن دولة بني العباس، اسمه إبراهيم الأكبر. هذا واحد. في نفس هذه السنوات ثار أيضا أحد أبناء الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه، وهو زيد ابن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. هذا زيد خرج بثورة في بغداد، وتقريبا هذه الثورة شبه انتصرت، ومعلوم عنا أنه حرق بيوت العباسيين على رؤوسهم. يعني أحيانا تكون ردة الفعل من زود الاضطهاد والظلم اللي قاسوه ما تضمن كيف أن تكون ردة الفعل. يعني الآن إحنا ما نلوم العراقيين، الآن لما نشوفهم يفعلون في الدواعش ما يفعلون ما أحد يقدر يلومهم. اللي قاعد اللي سووه الدواعش وهي التنظيمات الإرهابية والتنظيمات التكفيرية، الآن كم سنة؟ قرابة 10 سنوات هم يفجرون في العراقيين في الحلة يوميا. تسمع يوميا تفتح الأخبار تسمع حوادث تفجير في بغداد، تفجير في الناصرية، انفجار في الحلة، وضحايا كلهم من الشيعة. لما هدأت شوي بدأت تقطيع الرؤوس
سووا لهم هاي الدولة الإسلامية، دولة داعش في العراق وسوريا، وبدأوا يجزرون ويذبحون. ما ظل مذيع، ما ظل شيعي، كبير صغير، امرأة، رجل، زين، يذبحونهم على الهوية. وهذا أمر شفناه. وهذا النار ما طالت فقط الشيعة، طالت حتى السنة. هدموا المقامات، هدموا القبور، هدموا الآثار. ما شفنا بنوا شيء واحد، شيء واحد بنوه عمروه، أبدا ما موجود. مجرد هدم وقتل وتقطيع رؤوس. أي حضارة تبنيها أنت؟ أي دولة قاعد تبني؟ شو قاعد تأسس؟ ولذلك لا يلام الشعب العراقي، هذه ردة فعل أقل من بسيطة. إنهم الآن تشوف القتلى، لذلك تشوف الغريب إن السعودية وأمريكا الآن قالوا لا، الآن اللي قاعد يصير لما قاموا العراقيين هبوا إلى هؤلاء وحاولوا يقضون عليهم وحرروا تكريت وبدت بعض البوادر الانتصارات الآن، زين إيش قالوا ذلك؟ قالوا لا، هذه إبادة للطائفة السنية. إحنا 10 سنوات إبادة للشيعة، ما حد تكلم، أكثر من 10 سنوات، وقتل وإرهاب وتفجير، وحنا حد يتكلم نهائيا، والضحايا كلهم من الشيعة. الآن لما صارت ردة فعل عند هؤلاء، يريدون يا أخي يريدون يعيشون حياتهم، لأن إذا الوضع الأمني مضطرب لا يقوم اقتصاد في بلد، ولا تزدهر هذه البلد، ولا تعمر هذه البلد. هذا شيء طبيعي، إن الشعب العراقي يسعى إلى تنظيف بلده وكنس بلده من هؤلاء. عموما هذه ردة فعل. الله العالم كيف تفسر ثورة زيد الشهيد على بني العباس، ولكن ما فعله زيد أنه أحرق دور العباسيين وهجرهم من بغداد. كانت ثورة عارمة، استطاعت هذه الثورة أن تأخذ مداها، لكن بعد ذلك قبض على زيد وأودع في السجون، فتشفع فيه أخوه الإمام الرضا سلام الله عليه ووبخه على فعلته، ثم بعد ذلك أطلق المأمون العباسي سراحه. موضع الشاهد أن لأبناء الإمام موسى الكاظم عليه السلام في تلك السنوات دور واضح في مواجهة العباسيين. كم ثورة خرجت من أبناء الإمام موسى الكاظم؟ نفس الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. نسمع الاضطهاد كيف أنه بقى ما يقارب مما ينقل الشيخ باقر شريف القرشي في موسوعة حول الأئمة عليهم السلام، عن بعض الأقوال أنه بقى تقريبا 14 سنة ينقل من سجن إلى سجن، ينقل من سجن إلى سجن. هذا ردة فعل طبيعية على هذا الاضطهاد الذي لاقاه أبناء الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. ولذلك كانت الأحداث تغلي في تلك السنوات الممتدة من استشهاد الإمام موسى الكاظم وما قبل استشهاد الإمام موسى الكاظم إلى وفاة الإمام الرضا عليه السلام. متى كانت وفاة القاسم ابن الإمام الكاظم عليه السلام؟ وهناك أيضا يعني نظرة تأمل في تاريخ هذه الوفاة، أن بعضهم بعض المصادر خصوصا الشيخ علي الخاقاني لما ألف كتابه حول أبناء الإمام موسى الكاظم يذكر أن وفاته كانت في شهر ذي الحجة وليس في جمادة الأولى، وليس في 22 من جمادة الأولى. هذا رأي ينقل في التاريخ. ألف اهتم أهل البحرين بإحياء ذكر وفاة القاسم ابن الإمام الكاظم سلام الله عليه، وهذا الاهتمام تقريبا يصل أكثر من 150 سنة تقريبا من اهتمام أهل البحرين بهذه المناسبة، وكانوا يحيونها في هذه الليلة على وجه التحديد اللي هي ليلة 22. وقد ألف بعض العلماء وبعض المهتمين بهذا الشأن
مثل المرحوم العلامة الشيخ عبد الأمير الجمري رحمة الله عليه، ألف كتابا حول حياة القاسم ابن الإمام موسى الكاظم، وكذلك الباحث والمؤرخ الكبير الشيخ محمد أو الملا محمد علي الناصري رحمة الله عليه، ألف كتابا قيما حول حياة القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. ومن ضمن هؤلاء أيضا العلامة والباحث السيد محمد صالح السيد عدنان رحمة الله عليه، أيضا له كتاب حول هذه المناسبة. الغريب أن شاعر البحرين حج أحمد بن حج عباس العالي يعتبر أول من ذكر هذه المناسبة، وكان إلى أبيات مشهورة حول القاسم ابن الإمام موسى الكاظم، يعني تقريبا نقدر نقول عمر هذه الأبيات 150 سنة. نقل لي الأستاذ الملا جواد السرور رحمة الله عليه، لعل من المرخ الظاهر هو درازي أصلا من المرخ، هو ينقل لي هذا الكلام قبل وفاته طبعا بسنوات، كنا مضطرقين إلى مسألة وفاة القاسم ابن الإمام الكاظم. يقول أن أهل المرخ لهم اهتمام خاص بهذه الشخصية، يقول وقعد حسب ما سمع من بعض الشيبة أنه ربما يعتقدون أنهم يتصلون نسبا بالقاسم ابن الإمام الكاظم سلام الله عليه. طبعا من باب المعرفة التاريخية، علماء الأنساب يذكرون أن القاسم لم يعقب، يعني ما عنده ذرية، وكل ذرية هي بنت واحدة حسب ما تنقل في بعض المصادر. ولكن بالنسبة إلى السادة أهل المرخ طبعا يرجعون بلا شك إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام عن طريق ابنه محمد المعروف بالعابد، سيد محمد العابد والسيد إبراهيم المجاب رضوان الله عليهم، وهم من ذرية السيد علي القاروني. هذا من باب المعلومة التاريخية، يعني أكثر السادة الموجودين في المرخ حسب اللي توصلنا إلى في بعض البحوث أنهم يرجعون إلى هذا السيد الجليل اللي أصله من قرية توبلي، وسكنت ذرية بعد ذلك منطقة سار ومنطقة المرخ، وانتقلوا إلى باربار وانتقلوا إلى المنامة. وتقريبا أكثر السادة الآن الموجودين في البحرين، أكثر السادة يرجعون إلى هذا السيد وهو السيد علي القاروني، اللي هو يكون جد السيد هاشم التوبلاني رحمة الله عليه، أحد أجداد السيد هاشم التوبلاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الثابتين على محبة محمد وآله الطاهرين، ومن المتمسكين بعترته صلوات الله وسلامه عليهم. مصادر التاريخ كيف ذكرت القاسم ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام؟ طبعا بالنسبة إلى قصة أو رواية الوفاة لا توجد إلا في مصدر واحد، وهذا المصدر يسمى شجرة طوبة. العلامة المازندران الحائري هو الذي تفرد بذكر رواية استشهاد أو وفاة القاسم ابن الإمام الكاظم، يعني هذا الحائري متوفي 1300 تقريبا فوق 20 بسنوات، ويعني 1300 وشيء فوق 1300 كانت وفاته. ونقل لما نرجع إلى كتاب شجرة الطوبة يقول وجدت في بعض الكتب، يعني ما يذكرها ما هو هذا الكتاب ما مصدره، والباقي نقلوا عنه، وكان هذا الكتاب إلى شهرة في تلك الفترات. عموما مما يؤكد يعني أن المسألة أن هذا الكتاب كان مشهور والله العالم،
إن هذه الرواية أو القصة نقلها حج أحمد بن حج عباس في أشعاره، يعني كانت موجودة متداولة. وحج أحمد بن حج عباس يعني كان أسبق من الحائري، وذكر بعض الأبيات من القصة اللي نقلها الحائري ومطابقة تقريبا، اللي هي الأبيات يا ولد بانت لك علامات، معناته أنه كانت موجودة هذه القصة قبل الحائري، ولعله هو والحائر أخذوها من مصدر واحد، الله العالم الله العالم. لكن هو من تفرد بذكر هذه القصة، وإحنا ننقلها من هذا المصدر وهو كتاب شجرة طوبة. بقية المصادر ما ذكرت في كتاب الكافي، وبقية الكتب كلها تذكر عظمة شأن القاسم ابن الإمام الكاظم، وأنه كان مقربا من أبيه الإمام الكاظم، وأنه أحد الذين أوصى إليهم الإمام الكاظم في وصيته، أوصى إلى ابنه الإمام الرضا، وأوصى إلى ابنه القاسم أيضا بهذه الوصية من ناحية الظاهر، ولكن في الباطن كان وصيه الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كما نصت بذلك الروايات الصحيحة، وهذا يؤكد مدى عظمة هذه الشخصية. لا يوجد هناك خلاف عند المؤرخين حول القبر المنسوب إلى القاسم ابن الإمام الكاظم، وقبره في الحلة، له قبر في مدينة الحلة يأمه الناس بزيارتهم، رزقنا الله وإياكم زيارته، وكتب على ذلك الضريح أو على ذلك القبر حديث منسوب إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة هذا الحديث: من لم يتمكن أو من لم يستطع زيارتي فليزر أخي القاسم ابن موسى بن جعفر. وطبعا هذه واردة أيضا، وردت مثلا: من أراد ثواب زيارة الإمام الحسين ولم يتمكن فليزر عبد العظيم الموجود في الري، عبد العظيم الحسني رحمة الله عليه، وله قبر في طهران. وردت عن الإمام الهادي، من أصحاب الإمام الهادي وأصحاب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم. أيضا ورد كثير من الزيارات: من لم يتمكن من زيارتنا فليزر قبور موالينا، قبور أصحاب الأئمة عليهم السلام. ندب الشرع إلى زيارة قبور الأولياء وأبناء الأئمة عليهم السلام. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارته. وفي الحديث: ما لمن جاء أو زار قبر أحد منكم، عام يعني سواء من الأئمة أو من أبناء الأئمة، أنا لما أقطع مسافة مثلا وأزور واحد من أبناء الأئمة، هذه الزيارة كرامة إلى من؟ كرامة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كرامة إلى مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وعدنا مثلا في البحرين ولله الحمد واحد من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو السيد هاشم البحراني، هذا المفسر والمحدث والفقيه الكبير الذي حفظ، واحد من الذين حفظوا التشيع في أرض البحرين رحمه الله. عموما القاسم ابن الإمام موسى الكاظم خرج من أرض المدينة مطاردا، كما نص على ذلك صاحب كتاب شجرة الطوبة، وتوجه إلى أين؟ توجه إلى الحلة. الحلة في ذاك الزمان كان فيها بعض الشيعة، هو تعرف لما جاء إلى بعض الأماكن، رأى بعض الفتيات الصغار يتخاطبن فيما بينهن، واحدة منهن تقول: وحق صاحب بيعة الغدير، تتكلم ويا الثانية، فعلم أنهم من شيعة أهل البيت عليهم السلام،
طلب منهم أن يدلوه على شيخ العشيرة، وبالفعل أوصلوه إلى منزل ذلك الرجل المؤمن. بقي ضيفا 3 أيام عند صاحب الدار. بحسب هذه الرواية بعد ذلك قال إن للضيف حق 3 أيام. بعد ذلك أريد أن أعمل، أنا غريب في هذه الأرض، أريد أن أعمل بعمل ما. فقال ماذا تريد أن تعمل؟ قال سقاية الماء، طلب أن يكون ساقيا للماء في مجلس ذلك الرجل، في مجلس ذلك الشيخ، شيخ العشيرة. وبالفعل بقي أيام في منزل ذلك الرجل، إلى أن رأى منه ذلك الرجل الزهد والصلاح، رأى فيه علامات الإيمان، رأى فيه قيامه لصلاة الليل، رأى فيه عبادة، حسن أخلاقه، والإنسان يعرف بأخلاقه، يعرف بتعامله. بعد ذلك أراد هذا الرجل أن يزوجه من إحدى بناته، وبالفعل تم ذلك الزواج. رحم الله المرحوم ملا أحمد أو حج أحمد بن عباس، يبين هذا الموقف لهذا الرجل كيف أنه محبة منه في هذا الهاشمي، الله قذف محبة هالإنسان الهاشمي هالغريب هذا هالمطارد في محبة ذلك في قلب ذلك الرجل. يخاطب بلسان الحال يقل له يا ولد بانت لك علامات، يا ولد بانت لك علامات، من جيتنا شفنا الكرامات، من جيتنا شفنا الكرامات، والخير أقبل والبلاء فات، لزوجك وسوي لك كرامات، لجل الذي في كربلاء مات. وبقى هذا الهاشمي لا يعرف نسبه، عادة الإنسان ها يعني في دار غربة ويقوم بخدمة هؤلاء، إلى أن أنجب بنية صغيرة من هذا الزواج، وبقي كلها أشهر، كلها فترة بسيطة، وأصيب هذا الهاشمي بمرض ابن الإمام الكاظم سلام الله عليه، وأشرف على الموت. وفي آخر لحظات حياته يخبر عمه ويخبر شيخ العشيرة أنه هاشمي، أنا ابن الإمام موسى بن جعفر، وصيتي إليك يا عم أن تأخذ هذه اليتيمة، طفلة عمرها 3 سنوات أو 4 سنوات، تأخذ هذه الطفلة إلى المدينة، إذا وصلتم إلى المدينة اتركوها فإنها ستدرج وتمشي لوحدها، ستقف على باب دار، توصل على باب دار من البيوت، إذا وصلت إلى باب تلك الدار اطرقوا تلك الدار. وفعلا مرت أيام وفارق هذا الهاشمي الدنيا غريبا لا يعرف أحدا عنه شيء، ودفن في بلاد غربة. هذا الشيخ أخذ هذه الطفلة، أخذ هذه اليتيمة، وجاء بها إلى أين؟ جاء بها إلى المدينة. أخذت تلك الطفلة تمشي بين سكك المدينة، بين دور المدينة، هي لوحدها، إلى أن وقفت على باب دار. هذا الدار لم يعد فيها أحد من الرجال، أهل هذه الدار كلهم غرباء، ما في تلك الدار إلا بكاء، ما في تلك الدار إلا صراخ الأيامى وبكاء النساء، أهل هذه الدار كلهم فقدوها. وقفت على باب تلك الدار، وإذا بامرأة قد خرجت وهي تنظر إلى تلك اليتيمة، تنظر إلى تلك اليتيمة ودموعها تجري على خديها،
ضمتها إلى صدرها. قلنا لها النسوة: أيتها المرأة، أيتها الأم، لماذا بكيت حينما رأيت هذه الطفلة وهذه اليتيمة؟ قالت: والله إن عليها شمائل ولدي القاسم، إن عليها شمائل ولدي القاسم. سألوا ذلك الرجل: من تكون هذه الطفلة؟ فقال: هذه الطفلة هي ابنة القاسم ابن موسى ابن جعفر عليه السلام، أحسن الله لكم العزاء. أخذ ينظر إلى تلك اليتيمة، وتلك اليتيمة تنظر إلى جدتها. ألا من مناد ومصيبة، أوال وصلت للمدينة فاطمة، وصلت للمدينة فاطمة، وصلت شبكتها يا ويلي، وصاحت وونت وشمت ريحتك والوالدة حنايات. ماتت ما تعيش الوالدة بدونك، أويلاه ماتت ما تعيش الوالدة، الوالدة بدونك. أويلي يعقوب بقميص ابن رجع شوفه، أم تنتظر غياب معروفة، وامك ماتت على الطفلة ملهوفة، ومن دموع بنتك عرفت شلونك. نعم ماتت هذه الجدة، هذه الأم، لما أن سمعت إن ابنها القاسم مات غريبا، لما سمعت ونظرت إلى يتيمة ابنتها القاسم. لكن عدنا يتيمة ثانية، ماتت تلك اليتيمة على رأس والدها الإمام الحسين، تلك يتيمة ثانية لأبي عبد الله الحسين. لما وضعوا رأس والدها في حجرها، أخذت تمسح التراب والدم من على رأس والدها، وهي تنادي: يا والدي والله عظيمة، يا والدي والله عظيمة، أنا صير من صغري يتيمة، يا أنا صير من صغري، من صغري يتيمة. أثار الأب يا ناس خيمي فيع العيال وحريمة، أي فيع العيال، على عيال وحريمة. أوالي وصاحت سكينة يا عمي بالعجل ودوا خبر، صاحت سكينة يا عمي بالعجل ودوا خبر، كربلاء خلي يجينا أبو الفضل يحفر قبر، والشهيد حسين خلي يجيب كافور وسدار، والولد الأكبر يشوف اخته ونعشها يحمله. ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيبا. يا الله إلهنا، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج اللهم عنا
وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. من له حاجة في هذا المجلس اللهم اقض حاجته بحق هذا الغريب القاسم ابن الإمام موسى الكاظم. اللهم فك أسرانا وغير سوء حالنا بحسن حالك، واشف مرضانا، يسر أمورنا، ثبتنا على محبة محمد وآله الطاهرين. إلى أرواح موتى المؤسسين لهذا الاجتماع وأرواح العلماء والشهداء، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.